السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خضرمات نورت، رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة براول ستارز. قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير وادعمونا عشان نكبر القناة. طبعا بالحلقة الماضية طلبت منكم توصلوا لنا الفيديو لعشرة لايك عشان ننزل حلقة تانية من اللعبة، ووصلتوا لنا الفيديو لعشرة لايك. انا لعبت خلف الكواليس وجبت براولرز جداد صار معي هودا طبعا قوايا، وكمان عملت ميشنز في من هون مهمات، فلا راح اعملون عند ديفيت 9 انيميز وذ جيسي. حطيت الجيسي وبلعب مع جيمي جراب و بلاي 5 ماتشز ان اتيم. طبعا كمان راح يكون معنا خيي وان شاء الله نربح. طبعا هلا بلش الداء واللي معنا طبعا معه براولر شكله منيح. انا صراحة ما كتير بعرف العب باللعبة، ما براولرز اللي معي منيح بس انا ما كتير بعرف العب باللعبة ومش من زمان بلعبها، فعشان هيك انا مش كتير لعيب بس انا بعرف العب. حاليا مثل ما شايفين نحن معنا اكتر جواهر، نجيب 10 جواهر قبل بيربح بيصير على التنازلي على التنازلي وتقريبا 10 ثواني وبنربح. اذا حدا مات مننا قبل ما يخلص ال10 ثواني من نرجع لازم نعيد، يعني يمكن انا اكون معي العشر جواهر ومتت ما بتنحسب ان ربحنا نرجع نعيد، فعشان هيك حاليا نحن متقدمين على عيون. انا معي 8 جواهر، انا معي 10 جواهر مثل ما شايفين. هلا اذا متت انا ما بيربح، معي 11 جوهرة. هلا انا فيني اعمل استراتيجية انه اتخبى هون مع حتى اخلص الوقت، وفيني كمان اهجم. ربحنا والستار بلاير، انا طلعت الستار بلاير والرانك الجسي رانك 13 فمنيح. فاحنا على بلاي اجين اللي معنا ما قبل يلعب. انا عندي ميشنز، عندي مهمة اربح اقتل 9 بالجاسي واربح 3 دقوق 3 باتلز جيمي جراب، وكمان عندي العب 5 دقوق مع يعني كنت تيم مثل انا وخيي. لما انا متت بيبقى ل3 ثواني بس لرسبين. انا هولي البراولرز اللي جبتون بيطلعولي بالتروفيز. الكولر الرشاش اللي طلعلي الرشاش اللي بحطه التورت كتير منيح، حتى لو متت بضل يعني هيدي فايدة حلوة بالجاسي. بس انا رح موت. اوكي حاليا نحن متقدمين، اوكي هن متقدمين علينا بجوهرتين. اوكي صرنا متعادلين. اوكي احسن شي حط التار التعولي بقلب بوش عشان ما يشوفوه، بس بنفس الوقت فين يقتلوه اذا قوص ببين. اوكي فينا معه 8 جواهر وانا اخذت. اوكي اذا انا بموت ما بينحسبش. اوكي انا متت فراح نعد التنازل مثل ما شفته واخدوا كل الجواهر. اوكي هلا هني معه 12. اوكي اذا تلت هيدا بيمشي كل شي. اوكي رجع هيدا اخد كل الجواهر، فهلا هني 13 جوهرة ونحن معنا 0. اوكي شكلنا خسرنا لانه عمل الاستراتيجية اللي كنت بدي اعملها قبل شوي انه يقعد ورا اخر شي، بس ما بيأثر بينقص مننا 3 تروفيز. اوكي عملت مهمة انه اربح بالجاسي اقتل 9 بالجاسي بقى بدي 500 هاد الشي الابيض
بجيب بيج بوكس. فأنا حاليا يعني بدنا نضلنا نلعب حتى ايه ده. كمان في مود جديد باللعب اللي هو الفولي برول، وكمان في برول ستارز تشامبيون. بس انا هون يعني تقريبا صار لي وقت مش لاعب اللعبة، فما بعرف عن هودي. فبدي يجي اسمه شيء اسمه بيج جيم بعد 19 ساعة. يعني انا ما بعرف من هودي ولا شيء. بس اوكي هودي كمان بطولة. انا لعبت البطولة الاولى بالبول بس خسرتها، فبالغلط صرفت 29 جوهرة. شن هيك بطل معي، معش معي الا 11 جوهرة. شكلنا بنخسر لانه اللي ضدنا كتير قوية، وانا ما معي شخصيات قوية. اوكي مع عطار التعولة راح احطه هون. اوكي هلا نحن ربحانين، متقدمين علينا بأربعة. اوكي متقدمين علينا بس بوحدة. اوكي هلا نحن خسرانين. حطيت التالت هون عشان يصير اقرب بس بيكسروه. اوكي هلا نحن متعادلين، بس هذا كتير هون اللي هون كتير قوي. شن هيك. اوكي انا متت وقلنا المتقدمين علينا شكلنا راح نخسر، لانه انا ما معي شخصيات منيحة مثل ما قلت لكم. ان شاء الله هن متقدمين علينا بستة. اوكي بعد في 20 ثانية ورح نخسر، ان هن نحن معنا 13، نحن معنا 16، هن معنا 23. هذا اللي مربحهم معه الجوهر الزرقاء. اوكي وهن 31 نحن 29، فرق 2، فرق 2 وكنا ربح تعادلنا. يعني لو انا لو معي شخصيات منيحة كنا يمكن ربحنا، بس ما معي. راح احط، انا ما بعرف شو بحط على كتري. راح احط ريكو اقوى شخصية عندي لهلا. راح نجرب مرة تانية ان شاء الله نربح. اوكي ما بعرف ليش اللي ضدنا دايما بكونوا كتير قوايا. اوكي اللي بياخد الجوهر الزرقاء قبل بكون ربحان، لان الجوهر الزرقاء بتاعتي كتير. اوكي نحن معنا الجوهر الزرقاء، قصدي النجمة الزرقاء. اوكي انا الرينج تاع ريكو منيح فبيوصل، بقدر اوصل من بعيد بس متت. اوكي لا حاليا هني 4 نحن 1، هني 6 نحن 1. اوكي لهلا كمان نحن خسرانين، هن 8 نحن 3. اوكي كمان شكلها بدي اخسر، ناخذ الجوهر الزرقاء. هن 14 نحن 5. انا هذا هودي نجوم، ما بعرف كتير بس انه بلعبها. اوكي كمان نحن خسرانين. اوكي هذه ماتت.
اوكي. هلا كمان احنا خسرانين، معاش في الا تقريبا 20 ثانية. ان متقدمين علينا فرق 5. اوكي كمان خسرنا، ادمين علينا فرق 13. انا كمان مثل ما قلت لكم خسرت بطولة الليجا تعالت البرول بول. فهلا كمان عطوني 250 270. فهلا جبت البيج بوكس، ان شاء الله يطلع لي فيه براولر منيح. اوكي طلع لي فيه تطويرات 3، طور تشالي اوكي، وطور دروز، وطور بروك. وبروك قوي بس هيلو وات، فرح نلعب في ده. اوكي ان شاء الله ده نربح، مع انه ما بعتقد، لانه مثل ما شايفين اللي ضدنا دايما اللي ضدنا بكونوا كتير قوية. اوكي بس الشخصية اللي معي بروك كتير قوي. اوكي حاليا هن معن النجم الزرقاء، ومتقدمين علينا بوحدة، هن ربحانين عليهم. اوكي كمان متقدمين عليهم. اوكي شكله هدق وين. اوكي بس انا متت. نحنا 13، ان 6 متقدمين عليهم ب7، ومتقدمين عليهم ب4. انا متت. اوكي كمان متقدمين علينا ان احنا اوكي خسرنا، متقدمين علينا بوحدة، متقدمين علينا هن بوحدة 19 20. مثل ما تشوفوا النتائج اوكي هن ربحانين علينا، ربحانين علينا فرق كتير. اوكي متقدمين علينا فرق 3 بس. وشكلنا خسرنا يب مثل ما قلت لكم. اوكي مع النجم الزرقاء جيسي قاعد ورا ما عم تتحرك، عشان هيك اخد النجم الزرقاء وقاعد ورا. فهني 46 نحنا 31، ما في امل ان نربح للاسف. خسرت البطولة، مثل ما خسرت البطولة البرول بول، لأنه يعني ما معي شخصية منيحة. فراح نلعب عادي. بعد عندي مشنز، عندي مهمة أعمل 160,000 دمج بالبريمو، وين 5 باتلز وذ روز، 100,000 دمج بنيتا. فحاليا راح نحط الجيمي جراب، وراح حط نيتا، راح حط البريمو عشان نعمل فيه دامج. فكمان صرنا هاد البطولة. طيب بلش الداء، حطيت البريمو لانه عندي اعمل فيه 160,000 دامج واربح بعد داء بالجيمي جراب. بس شكلي متت. اوكي حاليا متدبين علينا هن بوحدة، النتائج بتشوف ان هن اللي على اليمين احنا اللي على الشمال. اوكي احنا هلا متدبين علينا ب4. اوكي لما كنت مش عم نلعب ليجا، يعني
الناس اللي مع شخصيات منيحة بتلعب ليجا بنخسر، بس حاليا هنا لا. اوكي حاليا بعد ما تدمني عليون، بس شكلنا رح نربح بهدا بالجيم جراب. عادي بنربح، بس بالليجا ما بنربح لانه بكون الناس مع شخصيات منيحة. يعني انا عم نحاول دعم بلعب دعم ضلني العب خلف الكواليس لاجيب شخصيات، بس عشان ابلش الفيديو مثلا هيك ما معي ولا شخصية، بس يعني ما عم يطلع لي. اذا فتحت 3 ميجا بوكس ما طلع لي فيهم ولا شخصية. يعني المجموع الميجا بوكس اللي فتحتهم خلف الكواليس 8، فتحت 3 ما طلع لي فيهم، بس الباقي طلع لي فيهم. اوكي عملت مهمة البريمو، مهمة اعمل 160 ألف دمج تعطيني 500، معرف شو بيسمون هاد اللون الابيض. بس كمان عندي مهمة بالفولي بول فحطيناها انه 4 15 مرة. انا فكرة الفولي بول يعني مش كتير فاهمة، بس عرفت انه لازم اللي بيلمس الطابة قبل مثلا بتروح لعنده هيك، لازم هن مدري يحموها، ما بعرف كيف لازم يحموها يمكن للمنطقة. لازم يحموها للمنطقة اللي شطنا عليا الطابة هيك، لازم تيجي عليا إشارة صح. اوكي بلو تيم سكورد هي فكرتها مثل البرول بول، بس انه ما بقولوا منسجل جول مثلا او اكبر واحسن هون، وفكرتها غير مثل هلا رفيقنا هيك. لازم يصير الاشارة كلها صح لحتى تروح لعنده ترجع. اوكي هلا بعد ما تدمين على لاين بجول وفين لعيب هون، في هذا الشيك بيسرعنا، في ضل واقف عليه بيسرعنا. اوكي شلنا من الجول. اوكي ربحنا، وخي طلع على الستار بلاير. كمان اذا بربح 10 باتلز بيعطوني 1000 من هذا الشيء الابيض مثل التوكنز، بعتقد اسمه توكنز. واذا بعمل مهمة البريمو 500، يعني اذا بضلني عم بعمل هول 2 مجموع 1005، يعني بفتح 3. انا التوكنز جاي رح يعطوني ميجا بوكس، فان شاء الله يطلع لي شيء براولر منيح. براولرز مثل فرانك هيك اشياء، بس انا ما بعرف كتير باللعبة. يعني انا حاليا بعدنا 0-0 و رجعت الطابة. اوكي الطابة اجت لعنا بس اديناها. اوكي شال اللي معنا دكتور، ما بعرف شو هيدا برولر لعيب بعرف اللعبة. اوكي هي لازم واحد يلهي مثلا الخصم عشان الطابة تروح لعند هو مش عارف. هذا بنقدر نحط جول وحط جول لانه كلنا ميتين، او فينا كمان نقتلهم كلهم ونحط جول. حاليا نحن خسرانين 1-0، بس ان شاء الله نربح. اوكي شد الطابة رجعت اجت لعنا، هيك فكرتها يعني تقريبا مثل الفولي بول. اوكي احسن شي هذا اللي مثل المذر بورد بيسرع. اوكي حاليا خسرانين نحنا، بعدنا
بعد في دقيقة أو 30 ثانية. إذا ما حطينا جول هن بيربحوا. اوكي كمان سد الطابة وفاتت. اوكي حطينا جول، صرنا 1-1 لانه ما شكل ما كانوا منتبهين. اوكي سجلنا جول وربحنا، وخي طلع الستار بلاير على اخر تكة تقريبا ربحنا. رح نعمل بلاي اجين. اوكي انا كنت عم بلعب مع واحد خلف الكواليس، ربحت 12 5 دقوق، خسرنا ده بطل بده يلعب يعني خلاص، بس يربح بيصير دايما يلعب، بس يخسر ببطل يلعب. اوكي حاليا تقريبا يعني هن شغل براولر استعمالاتهم مش منيح كتير، مع ان هيدا بس اللي ورا ما بعرف شو اسمه قوي. اوكي ما حدا عنا يسد الطابة. اوكي بلا اوكي بعد في دقيقتين، و اذا حدا حط جول يعني نتعادل، بعدين بيعطونا اوفر تايم. اوكي الطابة بتصير اسرع بس نحنا بنكون سريعين يعني، اذا حدا شاط الطاب وكان واقف على هذه الهوفر بورد يعني يعني تصير الطابة اسرع. انا لو ما هلا رحت قتلته لهيدا على فكرة كان سد الطابة. كان هيدا واقف على الجول قتلته، حط جول، حطينا جول. اوكي حاليا شكلنا حط جول. اوكي حط جول اوكي لانه قتلونا كلنا فحطوا جول. وبس هنكون وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى اذا عجبتكن، اذا عجبتكن حطوا لايك، اذا ما عجبتكن اعملوا ديسلايك، اذا انتو جاد هالقناة اعملوا سبسكرايب لانه متأكد هالقناة راح تعجبكن. وبعدين اليوم انجزنا وانا راح العب خلف الكواليس ونجمع شخصيات جديدة، والسلام عليكم.